وللمزيد من التحليل تنضم إلينا من بيروت كارولين عكوم الكاتبة الصحفية. أهلا وسهلا بك أستاذة كارولين. دعينا نبدأ من حيث كنت أتحدث مع مراسلنا في جنوب لبنان، وهو عدم بدء الاجتياح البري حتى الآن، على الرغم من أن إسرائيل أصرت وكانت تحاول أن تحدث ضجة كبيرة فيما يتعلق ببدء عملية الاجتياح البري، لكن الأرض والميدان يثبت أنه هذه العملية لم تبدأ حتى الآن. يعني هل هو أمر مخطط له، أم أن من الممكن أن نتحدث عن يعني أن الميدان أثبت بأن الأمر ليس سهلا كما كان يتوقع الإسرائيلي؟ يعني لا نستطيع الآن القول أن الميدان ليس يعني أثبت أنه ليس سهلا، علما أننا كلنا نعرف أن الحرب أو الاجتياح البري ليس سهلا على إسرائيل انطلاقا من التجارب السابقة في الحروب السابقة. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل اليوم هو كان استطلاع بالنار، هي تستطلع بالنار وتقيم منطقة عازلة، وهو ما قاله مراسلكم منذ قليل أن هي طلبت من سكان القرى الحدودية كلها المغادرة، لأنها تريد أن تقيم منطقة عازلة عسكريا لتبدأ بعدها الاجتياح البري، لا سيما أنها اليوم هي تمتحن قدرات حزب الله بعد يعني الضربات التي أصابته، إن كان في شبكة الاتصال، إن كان في القضاء على قادة الرضوان، يعني القوة العسكرية الأساس في حزب الله، إضافة إلى اغتيال أمينه العام. وبالتالي في هذه الساعات أو في اليومين الماضيين كانت تقوم بهذا استطلاع لتمتحن قدرات حزب الله، وأعتقد أن اليوم سيتبين هذه المواجهة كي على أي شكل ستكون. واليوم استفقنا على بيان من حزب الله يقول أنه حصل مواجهات بين عناصر حزب الله وبين الإسرائيليين، وإضافة إلى أن الإعلام الإسرائيلي يقول أنه نقل في مروحيات جرحى من الحدود اللبنانية. وبالتالي أعتقد اليوم بدأنا يعني نرى بوادر هذا التسلل انطلاقا من التجارب السابقة. لم تكن الاجتياح البري لم يكن سهلا، اليوم ننتظر إلى أي حد حزب الله سيواجه، لا علما أن الأرض له. وبالتالي الاجتياح البري لا شك أنه لن يكون لصالح إسرائيل، ولكن علامة الاستفهام هي بعد الضربات التي أصابت حزب الله، هل حزب الله تأثر عسكريا أم أنه هو لا يزال يملك يعني الكلمة على الأرض في الاجتياح البري إذا حصل؟ نعم، إذن يعني نحن هنا نتحدث عن قوة لصالح إسرائيل تتعلق بالقدرات العسكرية المعتمدة على الطيران والاستهدافات عن بعد، ولكن فيما يتعلق بالميدان حتى الآن نحن نتحدث عن ربما تفوق لحزب الله وفقا لما يعني ما يتم ترتيبه السابقة. نعم، بطبيعة الحال معرفة الجغرافيا المكان يعني وما إلى ذلك. طبعا والأنفاق نعم. هي لحزب الله والأرض هي لحزب الله، يعني تختلف اليوم يعني منذ أمس وهو يقوم استطلاع بالنار، يعني يحاول معرفة كيف ستكون ردة فعل حزب الله على هذا الاجتياح أو على هذا التوغل. هو لم نصل إلى مرحلة الاجتياح، هي مرحلة التوغل اليوم لتمتحن إسرائيل أو ليمتحن الجيش الإسرائيلي قدرات حزب الله، لا سيما أنه بالفترة يعني بعد الضربات التي أصابت حزب الله لاحظنا تراجعا نوعا ما في حدة المواقف لحزب الله، ليس لأنهم يعني كأنهم يريدون أن يجعلوا الإسرائيليين يعيشون في حالة ترقب، يعني هم قبل ذلك كانوا يتوعدون ويطلقون المواقف التصعيدية، اليوم يجعلون الإسرائيلي يعيش في حالة ترقب، وهذا ما حصل. يعني كل ما يحصل اليوم وكأنه الإسرائيلي لم يعد يعرف قدرات حزب الله بعد الضربات التي أصابته، يعيش في حالة ترقب، وهذا ما يقوم به عسكريا على الأرض. يعني هذا استطلاع النار، محاولة تهجير المناطق على الحدود يعني على في المنطقة الحدود عند الجنوب. وبالتالي الساعات المقبلة من المفترض أن تكون حاسمة لنرى كيف سيكون عليه الوضع في هذا التوغل البري أو هذا الاجتياح إذا حصل أو إذا يعني إذا تعدى حدود معينة. المعلومات تقول أنه لن يتجاوز 2 كيلومتر كحد أقصى، يعني
يعني منذ أمس كان 500 متر، في معلومات تقول أنه 2 كيلومتر، لنرى خاصة يعني بعد الأحداث التي شهدناها مساء أمس، هل أن نحن ندخل حرب إقليمية واسعة وإلى أين ستذهب الأمور الساعات المقبلة، هي التي ستكشف لنا ماذا سيحصل تماما. يعني أستاذة كارولين، يعني عمليا نحن نتحدث عن 500 متر في البداية، ثم ما هو يعني حوالي 2 كيلو، لكن وإسرائيل بطبيعة الحال تحدثت منذ البداية عن أنه سوف تكون هذه العملية سريعة، لها وقت محدد ومحدودة بطبيعة الحال، لكن هل نصدق هذه التصريحات وفقا أيضا لما أشرت إليه من يعني أحداث ومستجدات تعلقت بما جرى يوم أمس في بين إيران وإسرائيل؟ لا طبعا نحن لن نصدق هذه التصريحات، ونحن يفترض أن نضع كل السيناريوهات السلبية أمامنا. أنا أتكلم عن كل ما نسمعه في الساعات الماضية، ولكن طبعا يعني في الماضي دخلت إسرائيل منذ قبل ذلك كانت تقول أنه يفترض أن تطلب من حزب الله أن يتراجع إلى ما بعد الليطاني. يوم أمس طلبت من المواطنين في المدن في المناطق الحدودية التراجع إلى نهر الأول، أي إلى صيدا، يعني إلى الساحل، وهذا يعني هذا الطلب هذا يدل أن هي ماضية في هذه في أو هناك خطة لديها في الاجتياح إلى 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 مسافات واسعة. ولكن كما قلت يبقى اليوم العين على رد فعل حزب الله وكيف سيكون عليه. صباحا قالوا أن هناك جرحى نقلت إلى إسرائيل من الحدود الشمالية، لنرى كيف ستكون عليه الساعات المقبلة. نعم، وربما الساعات المقبلة التي نتحدث عنها قد تتعلق ليس فقط بما يجري في لبنان، ولكن على ما يبدو بأن هناك توسع، يعني عمليا إذا ما تصاعدت الأحداث وفتحت جبهة، يعني إسرائيل الآن نقلا عن أكسيوس يعني هناك أنباء ترد تتعلق صحيح فيما لو تصاعدت هذه الأحداث، كيف ستنعكس على ما قد يجري أيضا في لبنان؟ ونحن نتحدث هنا عن أمور استراتيجية لا تتعلق يعني فقط ببعض الأهداف التي من الممكن أن تعتبر مرحلية أو قصيرة المدى. اساسا انتقلنا في لبنان من الحرب، من الاستهدافات المركزه التي تصيب فقط حزب الله الى الحرب الشامله. يعني اذا راينا في الايام الماضيه هي اسرائيل لم تعد فقط تستهدف مراكز حزب الله وقيادين في حزب الله، اليوم باتت تقوم بحرب يعني اباده جماعيه في لبنان، يعني معظم المناطق لم تعد امنه، اضافه الى ان هي تقول انها تستهدف يعني في هذه المناطق التي يفترض انها امنه، تقول هي أنها تستهدف قياديين لحزب الله وما إلى هنالك. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن نحن قبل ذلك دخلنا في حرب شاملة في لبنان، اليوم قد ندخل في حرب إقليمية، لا شك أن لبنان سيدفع الثمن مرة جديدة، خاصة وأن حزب الله كلنا نعرف أن حزب الله هو ذراع أساسي لإيران في المنطقة، وبالتالي لن يعني كل ذلك كيف نقول ستختلط يعني الأمور كلها ببعضها، من العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان، خاصة أن جبهة لبنان هي أوريدي مفتوحة يعني، وبالتالي لن يكون لبنان آمن، بالعكس نحن سندخل إلى مرحلة أصعب لا شك، بانتظار يعني علنا نصل إلى تسوية أو حل دبلوماسي. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الأستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية.